وشوية انه تتكلم يعني اطرينا الحوكمة ومفهوم الحوكمة، فشلون نقدر نلخص معنى الحوكمة للي ما هو فاهم هذا المصطلح الكبير؟ نسمع الحوكمة بكل إدارة، نسعى إلى الحوكمة، كيف يعني حوكمة؟ أحسنت. طبعا الحوكمة نشأت في البداية للشركات التجارية، وفي السنوات الأخيرة جت عند القطاع الغير ربحي للجمعيات والمؤسسات الأهلية. طبعا مفهوم الحوكمة هو يعني يختلف من جهة إلى جهة، أقصد من قطاع إلى قطاع يعني. حلو. لكن في القطاع الغير ربحي هو توفير الأنظمة والأطر والآليات اللي تضبط العلاقة بين أصحاب العلاقة. من هم أصحاب العلاقة؟ الداعمين والمتبرعين، مجلس الإدارة، الموظفين. ليش تضبط علاقتهم؟ من أجل اتخاذ قرارات تشاركية تخدم المصالح العليا للجمعية. هذه يعني مفهوم الحوكمة والتعريف المعتمد من الوزارة. التعريف أصعب من المصطلح. عندك بشكل طيب. بشكل أسهل يعني. طيب بشكل أسهل، هو الحوكمة نظام يطبق إلزامي على جميع الجمعيات، وفي ثلاث معايير رئيسية. حلو. المعيار الأول امتثال والالتزام، ويعني المعيار هذا أنه يقيس مدى التزام الجمعية وامتثالها للأنظمة الصادرة من الوزارة. هذا المعيار الأول. ممتاز. ويعني يأخذ نسبة 40% من درجة الحوكمة، الحوكمة تأخذ 100%. حلو. المعيار الثاني الشفافية والإفصاح. الشفافية والإفصاح هو يقيس مدى وضوح الجمعية. حلو. كم دخل عليك، كم صرفت كذا. بالموقع الإلكتروني تنشر القوائم المالية، السياسات، اللوائح وما إلى ذلك. حلو. وهذا أخذ على ما نقول بابليك للكل. أي نعم. ما هو بس الجهات معينة، حتى للمستفيدين أو. أكيد طبعا. حلو. حلو. لو تبحث بالمتصفح عن جمعية رفاق وتدخل الموقع الرسمي، تدخل تلقى جميع البيانات، القوائم و. جميع المتطلبات حقت الحوكمة منشورة وواضحة. وهذا من شروط الحوكمة. نعم، الوضوح. ماشي معك صح أنا. أي صحيح. المعيار الأخير هو السلامة المالية. السلامة المالية في يعني أنا ما ودي يعني أتكلم بلهجة قد تكون صعبة شوي اللي ما هو مطلع على الحوكمة، لكن السلامة المالية يشوف المصروفات، كم نسبة المصروفات للبرامج والأنشطة، نسبة المصروفات الإدارية والعمومية، نسبة المصروفات للأوقاف والاستثمارات وما إلى ذلك. هذه باختصار الحوكمة، هي في ثلاث معايير رئيسية: الامتثال والالتزام، الشفافية والإفصاح، السلامة المالية. طيب إذا طبقت الحوكمة كم تقول أنا بالمية أصير ناجح كجمعية؟ طبعا الوزارة على حسب درجتك تدعمك في الدعم السنوي. جميل. السنة هذه يرفعوا النسبة إلى 80 تقريبا. اللي يجيب 80 وفوق يدعم. الجمعية ولله الحمد طبعا السنة هذه إلى الآن ما قيمونا، لكن السنة الماضية أخذنا تقريبا 95 إلا شوي، ما شاء الله والله الحمد. وإن شاء الله السنة هذه الهدف أعلى. مو هو أعلى إن شاء الله 100%. 100% كفو. حنا طبعا جهزنا جميع بيانات ومتطلباتنا والحوكمة بإذن الله 100%. بس قالوا الوزارة أنه ما راح نقيم المتميزين، نبي نشوف اللي درجاتهم ناقصة نقيمهم بداية السنة هذه، ويمشون تدرجيا حتى يصلون للي ماخذين درجات عالية. ممتاز. طيب الحين أوجه لك سؤال، كيف نشأت الحوكمة؟ طبعا نشأت في عام 1990 تقريبا بأمريكا. 1990. الشخص اسمه أدريان كادبوري، يسمونه أبو الحوكمة. ممتاز. طبعا هو يعني يعتبر هو مؤسس الحوكمة، وكان يعني معاييره في البداية للشركات فقط، وتدرجت شوي 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 حتى جتنا في بالسعودية، بداية مع حتى مع القطاع التجاري. بعدين في عام 2017 مع وجود رؤية المملكة 2030 في البرنامج التحول الوطني، الحوكمة أتت أحد مبادرات التحول، برنامج التحول الوطني اللي هي من مبادرات رؤية المملكة 2030. صحيح صحيح. ممتاز.